مفاجأة تحب تشوفها؟ اتفضل يا يلا ورونا كده هنا. مين ده بقى؟ ده لوك. بص بقى، ها تاني، ها هو بيعمل اي حاجه بعملها يعملها. والله. اه والله، يعني انا اول ما اروح البيت اجيب جون اقول له لوكا بابا بيعمل ايه، يقول لي سي، يروح عامل كده على طول. جميل، ربنا يخليه لك يا الله رب. يخليك. دايما بيقعد يتفرج عليك، لا لا على طول. دايما بيقلدك. لا مراتي على طول بتخليه يشوف كل حاجه يعني. حياتك هو كمان انا حاسه ما اعرفش، الله اعلم، عايز كده يلعب كوره يعني خلي دايما. بالك، انا حسيت مصطفى من سن 3 سنين او 4 سنين، اصل هو انا مش عنده بهزر. سنتين فانا مستغرب، بس ما انا حسيت مصطفى وبعدين كان، انا حاسه يعني عنده حاجه يعني بيبصيلي ويشوط مصطفى كان بترمي خلاص. على الرخام والبلاط والسيراميك، وكنا بنتخض لانه الولد سبحان كان الله. والله العظيم ما بالظبط. اه بهزر. والله ما هو ده اللي انا مستغربه فانا يعني. لا، هو خلاص الجينات بتظهر من بدري، بس يا رب يطلع نص ابوه يعني، اصل انت لا عايزه يبقى احسن من ان ابوه شاء الله طبعا، ان الف شاء الله مره طبعا. يعني. انا الحقيقه يعني فرحان جدا انك كنت معايا، وفرحان ان انا بقدم الجانب الجميل في حياه محمد مجدي قفشه. الجانب الكروي موجود واتكلمنا عليه، والجانب يعني المهاري موجود وكل حاجه، لكنه هم بيقولوا لي في اسئله السوشيال تاني هاخدها، حاضر. بس الجانب الانساني يا قفشه، انا اعتقد ده اللي بيدوم، وخاصه انك يعني اصبحت لك ذكرى خالده تستمتع بيها في حياتك، وربنا يدي لك يا رب يا رب طولة العمر، واستمتع بيها ابنائك واحفادك يا رب.